اهلا بيكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هعمل لكم النهارده فرخه باترفلاي. يعني ايه؟ يعني مفتوحه من الظهر، بنشيل السلسله نفردها اوكي ونشويها. حلو قوي. عشان اشويها وتطلع لي فرخه كده ايه طعمها لطيف كده وجديده، هقوم عامل ايه؟ هقول لكم مقاديري الاول. معايا الفرخه، الصوص بقى اللي هتبل بيه، معايا طماطم وفلفل احمر وفلفل حار، ومعايا ملح وفلفل وجنزبيل وجوزة الطيب وفلفل ابيض، ومعايا ورق لو بتاع ده حصل بان، ومعايا بصل وعصير ليمون، ومعانا زيت زيتون. حلو قوي. هناخد بقى ايه الكلام ده كده اهو ونعمل كده، وعلى قد الفرخه يعني، مش هناخد على قد فرختنا يعني. مثلا ونعمل كده مثلا، وانتوا بقى براحتكم، عايزينها حر قوي مش حر قوي، دي حاجه ترجع لكم انتوا. مثلا وناخد شويه روزماري اهو، حطوه هنا كده، جميل جميل، متزودوش قوي من الروزماري، وعود واحد صغنون كفايه. اوكي. والفلفل الحار اهو، وايه بعدين؟ والبصل اهو، هكذا، وده كمان هكذا. ناخد البصل وناخد الفلفل ونحط بقى ايه عصير ليمون، ونحط شوية ملح، وشوية فلفل ابيض، وجوزة الطيب نص معلقة صغيرة، وجنزبيل معلقة صغيرة. وزيت زيتون جميل هايل جدا. يلا بينا. اوكي يلا نقفل الكلام ده ونعمه. لا مش دي. تمام يلا بينا يا عم. ما حطناش طماطم يا عم، استنى حط طماطم وبعدين معاك، كفايه كده. هنشوف دلوقتي. جل من لا يسهو. اهو يلا يا سيدي.
الله يا سيدي. تعالوا بقى ايه ناخد الكلام ده ونحطه على الفرخه، والفرخه تكون ايه يعني ما تكونش كبيره قوي، يعني 1200 معقول، حلو قوي قوي، يعني ما تزودوش قوي عن كده. لا المعالق مش هنا يا ابني. بما اني هشويها فهعمل ايه بقى؟ هاجي كده هنا واعمل عند المفصل ده كده، وعند المفصل ده برضو كده. اوكي، وهنا المفصل وهنا المفصل. اوكي، تعالوا بقى هنا كده ونقلبها بقى شويه. يلا نطلع فاصل ونرجع وبعدين يبقى نكمل تسويتها مع بعض. قوموا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. قلبناها، علمت ايه وقلبناها. بصوا بقى، انت عندكم حل من اتنين، يا تحطوها في بايركس او في صينيه وتحطوا معاها الصوص بتاعها، تغطوها وتدخلوها الفرن تقعد لها ساعه الا ربع تقريبا، نص ساعه اوريدي نص سوا. اوكي، يا اما تخلوها زي ما هي كده، تحطوا شويه ميه نون على ده معاها وتغطوها. وانا هعمل كده، وانا هعمل كده، هعمل كده. وحوطت النار عليها وهغطيها. اوكي، وهي بتتقدم هنحط معاها المشوياية دي والمشوياية دي و المشوياية دي. نستناها بقى كده نص ساعة أو تلت ساعة تكون زي الفل، ونكشف عليها ونقدمها. أنا بقى إيه حطيتها في بايركس الفرن شوية كده مع الصوص بتاعها وهنقدمها. يا سلام عليك، يا سلام عليك. كده كده حاجة خضرة معاها كده، وممكن ايه حاجة بيضة هنا. حاجة حمرة هنا. بس كده، يلا واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.